خسر فريق الأهلي من مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. فريق الزمالك اتعادل مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري المصري. بيحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 56 نقطة، وفي المقابل بيحتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 28 نقطة. منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس فاز على منتخب الأردن بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت باستاد الإسكندرية خلال معسكر منتخب مصر ضمن استعداداته لتصفيات أمم أفريقيا واللي بتقام في نوفمبر المقبل. فريق بايرن ليفركوزن استهل مشواره في الموسم الجديد بتحقيق لقب كأس السوبر الألماني، وده بعد ما فاز على شتوتغارت بركلات الترجيح 4-3، ده بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب باي أرينا في السوبر الألماني 2024-2025. وفريق ميلان الإيطالي اتعادل مع فريق تورينو بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بالموسم الجديد 2024-2025. كمان فريق انتر ميلان الإيطالي اتعادل مع فريق جنوا بنتيجة 2-2 في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2024-2025. أما فريق أرسنال ففاز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الإمارات في افتتاح مباريات الجانرز بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. والنجم المصري محمد صلاح قاد فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على فريق إبسويتش تاون بقيادة اللاعب المصري سام مرسي بثنائية نظيفة، واللي جمعتهم على ملعب بورتمنت رود ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية لمنة وشاذلي عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هلا.